لا فامي وصلنا القمة. إنه سعادة يا سادة. باقي تبع هذا الطريق، اش كدير حكيم؟ بان لي واحد الحنش حنش. إيه دخل معنايا. والله إلا عين والله. عين حديد والنف حديد. والفم. سبحان الله سبحان الله. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي ترررن صحان من بون عداك الغافلي قبلك وقبلي ترررن. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام اين ما كنتم يا مشاهدين عمار برحيم ها هو اليوم المغامر فرق لي الكاميرا واش جلدني خطار عمر ديك شتيق هدا عمر هاد لقطة عيط له عمر حشوم عليك ليا ما يبي ما تغطوا ان شاء الله وغادي نطلعوا على القمة هذا هو اللي باقي لينا وان شاء الله ملي غادي نطلعوا غادي يبان لينا واحد المنظر ما نعاودش وشرف ومثال عليكم احبابي بكم عدلا فيديو جديد احبابي بكم دار جديد احبابي بكم فلوق جديد احبابي بكم كامل كامل اللي كنتو اول مره كتفرجوا فيها ما تنساوش تهبط لتحت فيديو ديروا سبسكرايب بارطاجي فيديو ديروا لايك كومونتير كما العاده اخوتي المهم نتمنى لكم كامل كامل تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي اليوم بغيت نوريكم فين كاينه انا دابا البلاصه اللي اعلى القمه اللي مازال باقي غادي يطلع هانتوما كيما كتشوفوا اكادير دابا غادي نطلعوا اكبر جبال في مدينه اكادير ان شاء الله قريب هذه باقي بعيد شويه صراحه كاين طلعي بزاف وشحال هذه ما ترينيت راك عارفين مع كورونا وداك الشيء واليوم معنا حكيم سي عمر تبعني يلاه باقي تبع الطريق عمر يلاه يلاه ما تنساوش الدعم ديالكم الله يجازيكم بخير يلاه بداو نطلعوا الطريق ديالنا ان شاء الله الله على بركه الله المهم الله فامي بغيت نقول لكم ديجا هنا ديجا اكتشفت هاد البلاصه هادي انا وحكيم وكانوا معنا ثلاثه اخرين كان معنا سفيان الحيله وشي جوج اخرين ديديكاس ليهم كاملين ما كنطلعوا ما كنخليو حتى القن اكتشفنا مزيان وصراحه دابا غادي نمشيو نطلعوا هاد الجبل هذا اللي كيبان لك هي اعلى القمه وغادي يبان لك اكادير كامله وقال لي حكيم راه كاين تما كاين بيت شاف تما وخليكم معنا باش نمشيو نكتشفوا هاد البلاصه اللي كيبان لنا من اكادير هاد الحفره هادي اللي كتشوفوا دابا وكاينه الحفره اخرى هي في التحت الشيء اللي كتشوف دابا هنا فين كيجبدوا الكايا طول الحجار داكشي علاش كيبان لنا فاش كنكونوا حدا في اكادير وكيبان لنا دوك الحفاري في الجبال ها هما هذا وهذا الجبل هذا كاين شي غيرات واعري صراحه ما عندناش الوقت باش نمشيو نكتشفوا تما حيت باقي تابعنا الطريق يلا خليكم معنا But the days will not come back. We went out at night and day. We enjoyed the life. I remember in your car. Because on top we. هادي شحال وحنا كنتمشوا ساعتين المكان باش نوصلوا ذاك الجبل ديال القمة العذاب ولكن الحمد لله هاتي علاش العذاب شحال هادي ما ترينيت ولكن كنحاول باش نحيد هاد العكس هذا نبقى نتحرك ونرجع كيما كنت عاوتاني ان شاء الله خليكم معنا حتى نطلع هاد الجبل هذا ان شاء الله من بعد نوريكم الطريق ديال نشدو عاوتاني اوكي بيس هادي كيما كتشوفو تما فين كنشري الصباي هادي راه كيقولها العسكونة هادي هي اللي حطيت لكم البلوك ديال البارح وهاد البلاصة هادي كيما كتشوفو هاد الطيور هادي اللي كاينين هنايا هادي هي بلاصة سميتها أنبا وهادي اللي جاية بالبحر أوري وهاد الطيور هادي اللي فيهم بزاف كدار أكادير وكلها ها هو المدينة ديال أكادير باقي طالعين شحال باقي لينا الوقت شحال وي شحال باقي لينا ثلاث سوايع شحال دابا درنا اربع سوايع دابا اربع سوايع نتمشاو نطلعو للجبال الحمد لله لك الحمد لله في خاطر دي الدش
باقي تبعنا الطريق. شوف 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 هذا الجبل هو اللي باقي لينا، هذا اللي كيبان لينا الفوق القمة، هذا هو أعلى القمة، وكيبان لك نواحي أكادير كاملة. ناري باقي تبعنا الطريق، باقي تبعنا الطريق. اش كدير حكي بلي؟ واحد حنش حنش. اييه دخل خال داخل. دخل داخل. والعذاب المهم الاخوان ضروري غادي نطلع، ضروري غادي نطلع غير كلو هاني. واه طلعت جبل توقال اعلى القمه، خليكم معنا حتى نوصل القمه. غنمشي دابا ليه واحد البليصه تما غادي نستريح شويه، من بعد غادي نمشي نطلع. كيبان لي هاد الجبل بحال صعيبه شويه، ولكن قال لها حكيم كاين القلب ديالها باش نطلعوا الطريق. غادي نختصروا وخليكم معنا باش نشوفوا كيفاش نديروا ونطلعوا هاد القمه. قال لي راه كاينه واحد البلاصه فيه ما يتشاف. يلا هكا حكيم مالك؟ هاتما بعد ما جمجمة ها العين ها عين ها النيف ها الفم. سبحان الله جمجمة حجرية. سبحان الله الله يلا بحال غريلا ديت. سبحان الله شوف يلا الله يلا عين عين والنيف والفم. سبحان الله سبحان الله عندي بيت سرقة وتا حكيم. I've lost my way, chasing cars and wasting days. Am I here to pass your time? 'Cause all I see are. وحكيم شديتك زوين. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي ترررن صحان من بون عداك الغفلي قبلك وقبلي ترررن. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اين ما كنتم يا مشاهدين عمار برحيم. اول يوم المغامره في الجبال اعلى قمه بجنوب اكادير. يا جمهور يا مشاهدين تعاونوا مع عمار وان شاء الله مسير موفقه في الشفيقة في السنه الجايه ان شاء الله. شكرا يا عمار. ان شاء الله بشوفها هكي. فرق لي الكاميرا. ايه واش جلديني؟ خطار عمر فيك ستيك هدا عمر مرة جديا. انا غادي عاك بلي يا عمر. هاد لقطة غاية تلاح وتا هكي. هاد لقطة غاية تلاح. عمر حشوم عليك لايا؟ هاد يا صاحبي الله إلا واعرت. راك شوالي وتا هذا شير. شوالي عصب شوالي. A beauty before my eyes. I can't help but fall in love. 'Cause there's truth in her lies. أخيرا بقي لنا هاد الشبل، هاد هما فيما كتشوف هذا هو القمة. هاكي صراحة كاينة تمارة شوية، كنحاول باش الموتيفاسيون باش نحيد هاد العكسادة ونحاول نبدا ندير الله تعالى إن شاء الله. الله خليكم معنا. راه شوف هذا الجبل كي دايره فين نطلعو صراحة، راه كاينة تمارة ولكن حنا غادي نسترحو. Between the lines, those blurred lines, those blurred lines. Is this real or am I? المهم الله فامي حنا دابا لقيتينا هاد البلاصة هادي، غادي نستريحو شوية. لقينا الطليلة وبهاد الجبل هادي، المهم بما تغدو إن شاء الله وغادي نطلعو أعلى القمة. هذا هو اللي باقي لينا، وإن شاء الله ملي غادي نطلعو غادي يبان لينا واحد المنظر ما نعاودش ليكم. خليكم معنا حتى تغدو إن شاء الله. أوكي يلا بي لا فامي. المهم بعد تغدينا دابا غادي نشدو الطريق باش نمشيو ليه. خلينا بلاصة نقية، جمعنا السبل دردو في الصاكي حتى نمشي إن شاء الله لأكادير ونلحقو في شي بركاصة. المهم خليكم معنا. راه حكيم شوف فين مشى دابا، هو راه هو اللي لابس ليموني، راه كامل بعيد. المهم حيت أنا كنت نقي بلاصة داكشي علاش، ودابا غادي نشد الطريق باش نمشيو نوصل تمايا وإن شاء الله غادي نطلعو للقمة. واخا كيبان لي الجبل صعيبة شوية، المهم غادي نحاولو نغامرو نشوفو شي بلاصة. وريت ليه الطريق فين غادي نطلعو إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله نطلعو ليها ونحققو أعلى القمة، نحطو الرقم القياسي لمدينة أكادير إن شاء الله. المهم الله فامي لقيتينا دابا، الله نزلنا باقي لينا طلعة ديال الجبل. غادي نوريكم هاد المنظر هذا وهاد الشارع هذا اللي كيبان لك العرعر، من بعد نوريكم الطوار ما عرفتش شنو يقول لها السميه. المهم هذه هي الطريق ديالها إذا وتالا إلى غادي الباراديس. حنا دابا راه وصلنا هنا، عاد شحال كيلومتر ضربناه؟ راه فايتين شي 15 كيلومتر ولا 16 كيلومتر هكا ولا أكثر كاع. المهم حكي ما هو، يلا خليكم معنا حتى ننزلوا إن شاء الله باش نطلعوا. حنا دابا قربنا لا فامي، قربنا نوصلوا دابا، ما بقى لينا والو. المهم بغيت نوريكم هذا المنظر اللي كتشوفوا دابا،
المنظر يا سلام. وهاد الجبل هذا اللي كيبان لكم اللي كامل بيضيه راه الثلج هذاك جبل طبقات اللي جات طلعت ليها شحال هادي في 2016. وانا راه كاين هاد الجبل هذا والله الا هذا ما شحال هادي ما ترينيت داري ما نعاودش ليكم، ولكن الحمد لله. المهم هذا تقريبا كاين شي 3 كيلومتر حتى نمشي نشوف الا كاين شي بلاكه تما ونصور لكم نشوف شحال من كيلومتر كاين. والله ما عرفت سميت هاد البلاصه هادي. المهم خليكم معنا لا فامي. وصلنا القمة. على القمة الحمد لله الحمد لله وصلنا. يا سلام إنه سعادة يا سعادة. المهم الحمد لله دابا نمشي واحد البلاصة هنا نمشي نشوفو هاد البلاصة هادي كيبان ليا الأرض ديالها مقادة تما الأرض ديالها قال لي حاكم يالله خليكم معنا. شنو هنا حكي باش شنو هاد البلاصه هادي؟ هنا بلاصه مروحيه بلاصه هليكوبتر. هاد البلاصه بلاصه هليكوبتر. خليكم معنا غادي نزلو دابا عاوتاني عندنا الطريق غير خليها الله وصافي. يلا ليتس جو. السلام عليكم لا فامي. سمحوا لي بزاف صراحه عاد شحال ديال تما راه حنا باقي كنتمشاو تمشى تي الليل. الله يرضي سبحان الله. هاتي واحد الطريق واحد الجبل عذاب ديال بصح وتسالات لينا الماء ان شاء الله وصلنا واحد الدوار طلع فينا واحد الله فينا ناس الماكله الله يرحم الوالدين. الله يلاه يلاه درنا كاسكروت وباقي غيجيو عندنا الدراري الله غادي يجيو عندنا الله يجازيهم بخير. كاين اوبتام ترونسبور. المهم عيطنا لهم باش يجي يدينا حيت كنا غنديرو طوستوب حتى واحد ما باش يوقف لينا. المهم حنا دابا غادي نستناو الدراري غيجيو حنا كنتمشاو بما يجيو الدراري ونتلاقاو معاهم باش يوصلوا لنا. المهم الاخوان الى سعيده. المهم ما تنساوش تتعبونا بلايك كومونتير بارطاج مع صحابكم. يلا نقول لكم بالسلامة كنبغيكم كاملين بيس الله. I tried to escape this crazy life, but it just wasn't the right fight. You were right.